يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الجمعة طقس مائل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد أيضاً، ومعتدل الحرارة على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلاً طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 31، الصغرى 23، إسكندرية 28 22، مطروح 26 22، بورسعيد 29 24، إسماعيلية 32 21. ونذهب إلى السويس، حيث العظمى 33، الصغرى 22، العريش 30 22، طابة 30 24، شرم الشيخ 35 26، والغردقة 35 25. والأقصر 40 25، أسوان 41 25، وادي الجديد 37 23، شلاتين 33 25، وحلايب 33 26. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.